أهلا بكم في بلا قيود. ضيف حلقة اليوم هو رئيس الكنيسة الأسقفية في المملكة المتحدة والعالم. أسأل جاستن ويلبي عن توقيت زيارته لمصر وكذلك عن دعوته في عظة يوم الفصح للمسيحيين في سوريا والعراق لعدم استخدام وسائل العنف في مواجهة المتشددين في البلدين، وكذلك عن رؤيته لمسيحيي الشرق الأوسط مستقبلا مع تناقص أعدادهم. أهلا بك معنا في بلا قيود. Let me begin by asking you about your trip here to Egypt. You said قلت في بيانك إنك أتيت إلى مصر لتقديم تعزيك. قابلت الرئيس السيسي والبابا تودروس وشيخ الأزهر أحمد الطيب. ما هي الرسالة التي حملتها لهم؟ I brought a number of messages. The key one was condolence. حملت عدداً من الرسائل في مقدمتها التعازي. أعتقد أن الكثيرين صعقوا عندما شاهدوا القتل المروع لواحد وعشرين قبطياً قبل أسابيع. شاطرنا الأقباط أحزانهم وقررت المجيء شخصياً لتعزية البابا تودروس وجهاً لوجه. ثم سنحت لي فرصة اللقاء بالرئيس السيسي الذي قدمت له التعازي أيضاً. الهدف من الزيارة إذن هو تقديم التعازي ومشاطرة المصريين فاجعتهم. كما التقيت بشيخ الأزهر لتعزيته وأيضاً لمناقشة العلاقات بين الأديان وسبل التعاون معاً. And the ways in which we can work together. There's an example here in Egypt called the family, the Egyptian family set by. في مصر طرح الأزهر مبادرة الأسرة المصرية التي تنتمي إليها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأحد أهداف هذه المبادرة هو حل الخلافات بين المسلمين والمسيحيين. لكن بعض الباحثين يعتقدون أن المبادرة منيت بالفشل كوسيلة للتواصل والمصالحة. هل ناقشتم المبادرة مع البابا تودروس وشيخ الأزهر؟ لأنها قد تكون مثالاً ريادياً يقتدى به في دول الشرق الأوسط الأخرى. I don't want to go into all the details of the meetings because they were private meetings. نعم، طرحت المبادرة للنقاش، ومع أنني لن أخوض في تفاصيل الاجتماعات لأنها خصوصية، إلا أنني أود القول إن المصالحة تشبه الشجرة، لأن نموها يتطلب وقتا طويلا وعناية فائقة كي تؤتي ثمارها على نقيض العشبة البرية التي تنمو خلال يومين فقط. إن نموها قد يستغرق سنوات بل أجيالا في بعض الأحيان. This is something that is a matter of years, sometimes of generations. And وهذه المبادرة ومبادرات مماثلة أخرى بين الكنائس والقادة المسلمين في المنطقة تعتبر أساساً للتعاون، لكن توقعاتنا يجب أن تكون واقعية. فحيثما توجد انشقاقات في المجتمع لا يمكن رأبها في غضون أسابيع، لأن هذا ليس من طبيعة البشر. لذلك هذه المبادرة مهمة وينبغي صونها، ولعل أهم مفتاحين للمصالحة هما الثبات والصبر. The biggest secret of reconciliation is perseverance and patience. President Sisi delivered a controversial speech to a local radio station. الرئيس السيسي ألقى كلمة اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل عبر محطة إذاعة محلية، طلب فيها بثورة دينية وتجديد الخطاب الديني، واقتبس مما قاله إن ثمة حاجة إلى قراءة جديدة للدين الإسلامي لأن البعض قام باختطافه. يعتقد كثيرون أنه رجل شجاع وأن شيخ الأزهر كان شجاعا أيضا لأنه أيد السيسي، بينما يعارضه آخرون. لكن الكنائس بما فيها الكاثوليك والأرثوذكس وكنيستكم الأسقفية لا تتكلم بصوت واحد، مع أنها تدعو إلى مؤازرة المسيحيين. أنت تصلي من أجلهم، البابا في روما يصلي من أجلهم، الكنيسة الأرثوذكسية أيضا تصلي من أجلهم، لكن جهود الكنائس ليست موحدة. كيف ترد على ذلك؟
on your behalf as churches. What do you have to say? I think there are many joint actions. Simply because you don't always see them, it doesn't mean they're not happening. إن عدم كشف النقاب عن الجهود المشتركة لا يعني أنها غير مبذولة. فأغلبية الأعمال المشتركة يجب أداؤها دون ضجة لأن من الصعب القيام بها علناً. ومن المؤكد أن هيئات الإغاثة التابعة للكنائس تتعاون تعاوناً وثيقاً في أداء أعمالها في الأردن وسوريا وتركيا وشمال العراق وهنا في مصر، لكن الحاجة تلزمنا ببذل جهود إضافية. فالمحبة ليست مجرد عاطفة بل إنها عمل، ولذلك عندما نقول إننا نكن المحبة للآخرين علينا أن نبدي تلك المحبة عبر العمل. في كلمة الرئيس السيسي وتصريحات شيخ الأزهر التي تلتها ثمة حديث عن الحاجة لتعديل الطريقة والمفردات التي نستخدمها للحديث عن بعضنا البعض. الرئيس يشير إلى خطاب جديد وأنا أتفق معه تماماً. كتبت مقالاً عن هذا الموضوع الخريف الماضي وتحدثت عنه أمام البرلمان البريطاني في ديسمبر الماضي. هذا أمر في غاية الأهمية، فالخطاب الذي يقسم الناس إلى فئتين هم ونحن ويشير إلى صراع الحضارات خطاب في منتهى الخطورة، لأنه بسيط وساذج يخفي في ثناياه التعقيدات الضخمة داخل المجتمعين المسيحي والإسلامي، كما أن ثمة فروقا كبيرة في المنطقة، مثلا بين لبنان وليبيا أو بين العراق وأفغانستان. Within the region, the huge differences between, say, Lebanon and Libya, or Iraq and Afghanistan, wherever it is, it conceals those under simple categories. I guess, Mr. Wilby, what I was trying to say is there is a will here on behalf of the Muslims. ما أردت أن أقوله هو أن المسلمين يرغبون في تجديد وإعادة النظر في قراءتهم لدينهم، لكن الكنائس في شتى أنحاء العالم لا توجه رسالة إلى المؤمنين الذين يكونون الإجلال لقادة كنائسهم. And a lot of people who write to me or tweet or send messages on Facebook, they feel that they've been let down by the clergy. I'm very interested you say that, and I think that's a very fair question. سؤالك يثير اهتمامي. في مقال كتبته الخريف الماضي ناشدت زعماء الدينيين تكثيف جهودهم، ولا أعتقد أن الكثيرين يعارضون تلك الدعوة، لكن الكنائس لم تتعاون تعاونا كافيا حتى الآن، والنقطة التي أثرتها أنت لا خلاف عليها. ربما نتعاون كأفراد، لكن تعاوننا الجماعي لا يرقى إلى المستوى المطلوب. There are initiatives starting and continuing that I believe are challenging that. لكن ثمة مبادرات الآن تتحدى الانقسامات والخلافات التي تلحق الضرر الجسيم بما نسعى إلى تحقيقه. من ناحية أخرى يتردد المسيحيون خاصة قادتهم في توجيه التعليمات إلى زعماء الديانات الأخرى، وتاريخ علاقاتنا مع الإسلام يتسم بقدر كبير من الاستعلاء، حيث نقول إن عليكم الاستماع إلينا لأننا أصحاب المعرفة. الإسلام دين عظيم ووقور، وخلافاتنا مع الإسلام يجب أن تكون مدروسة وليس عفوية. Thoughtfully, but disagreement needs to be profound and thoughtful, not casual and thoughtless. So you agree that this is a very crucial moment for the Christians. إذن أنت توافق على أن المسيحيين يواجهون ظروفاً في منتهى الصعوبة، لأنهم يهجرون من منازلهم، لكن الكنائس لا تقوم بأي عمل ملموس إزاءهم. المسيحيون العاديون يتطلعون إليكم، لكنهم لا يتلقون منكم إلا رسالة واحدة: نحن نصلي من أجلكم. Well, enough. Prayer is essential.
الصلاة في غاية الأهمية، لكن يجب أن نصلي على النحو السليم، فعندما تصلي من قلبك يقول لك الرب ما الذي تنوي فعله الآن. Is that invariably God takes hold of you and says, "So what are you going to do about it?" أي أن الصلاة تقودنا إلى الانخراط في العمل، لكن الكنيسة ليست دولة، لا جيش تحت إمرتي أو إمرة البابا، بل لدينا هيبة أخلاقية فقط نستغلها إلى أقصى حد ممكن. And we seek to use that as much as possible. I've spoken in Parliament. The Pope. لقد رفعت صوتي أمام البرلمان كما فعل البابا والكرادلة والبطريرك المسكوني وغيرهم من الزعماء الدينيين. كما عقدنا اجتماعا مشتركا بالقرب من البرلمان البريطاني في سبتمبر الماضي، حضره زعماء دينيون من جميع دول الشرق الأوسط بمن فيهم الكاثوليك والأنجليكان والمسلمون، كي نوظف هيبتنا الأخلاقية في المطالبة بالعمل. لكن ينبغي ألا نتظاهر بأن المشكلة بسيطة يمكن حلها بقرار واحد. Let me ask you about your sermon on Easter Sunday a couple of weeks ago. You've been cited as saying. هل لي أن أسألك عن عظتك يوم عيد الفصح الماضي؟ نسب إليك قولك إن المسيحيين يجب ألا يلجأوا إلى العنف للدفاع عن أنفسهم. أود توضيحا منك. I'm asking for a clarification. I think I'm very pleased you asked that, and that's a fair question. شكرا لطرحك هذا السؤال. I was talking in the context of militias in certain parts of the world, not in this region. كنت أتحدث عن الميليشيات في مناطق العالم الأخرى وليس الشرق الأوسط. قلت إن العنف لا يمكن أن يكون الحل للتحدي الضخم الذي لا مثيل له منذ 900 عام. هذا مستحيل. تاريخنا خاصة تاريخ العلاقات المسيحية الإسلامية في الشرق الأوسط يثبت أن العنف لم يفلح أبدا في تسوية أي نزاع على الإطلاق. أيدت ولا أزال أؤيد الضربات الجوية كي يتاح لحكومات دول المنطقة اتخاذ الإجراءات المشروعة لحفظ السلام في وجه مجرمين مسلحين كتنظيم الدولة الإسلامية. Normally, because those are police actions against armed criminals, terrible criminals, ISIS. عادة تشمل تلك الإجراءات استخدام العنف الشديد، وأنا لا أعارض ذلك لأن الحكومات هي المسؤولة عن الحفاظ على الأمن والسلم. Is to establish peace and security. Would you give your full support to a Christian militia? هل تؤيد وتبارك الميليشيات المسيحية في سوريا والعراق التي يتم تشكيلها الآن؟ Do you know, I've been asked that question. عندما طرح علي هذا السؤال من قبل كان بودي أن أرد عليه بإجابة مرضية. Yes and no. الإجابة هي نعم ولا في آن واحد. It seeks to preserve and protect a community from terrible. إذا كان الهدف حماية مجتمع محلي من العنف المروع حيث لا يوجد بديل، وإذا كان مستوى عنف المدافعين دون مستوى عنف المهاجمين، فمن أنا لأحكم على تشكيل ميليشيا مسيحية لوقف عمليات الاغتصاب والصلب والنحر والتعذيب والإقصاء من المنازل. Beheaded, driven out, tortured. Who am I to judge such? How could I dare judge people in that circumstance? كيف أجرؤ على الحكم على أي شخص في وضع كذلك؟ عبر التاريخ الطويل للمسيحية منذ العصور الوسطى شكلت الميليشيات كي يفرض أمراء الحرب هيمنتهم على الآخرين عبر الوحشية المفرطة. في هذا الحال لا يمكن مباركة الميليشيا.
لكن يجب ألا يقف أي زعيم ديني مسيحي متفرجا من بعد آمن ويحكم على أفعال أولئك الذين يواجهون ظروفا لا يمكن تصورها. Judge those caught up in circumstances that we cannot imagine. Some people would say militias. قد يقول لك البعض أن الميليشيات كان لها دور إيجابي في لبنان، ليس فقط خلال السنوات الأربعين الماضية فحسب، بل إنما في الماضي أيضا. إذا ألقينا نظرة على معاملة العثمانيين وقبلهم المماليك لمسيحيي لبنان، لرأينا أنهم لاذوا بالفرار من مواقعهم إلى أعلى الجبال حيث دافعوا عن أنفسهم طيلة قرون. بقاء المسيحيين أقوياء في لبنان ربما يوجه رسالة مفادها أن السلاح هو الحل الوحيد، لأن العدو لا يؤمن إلا بالعنف. Yes, but God does نعم، لكن الله لا يؤمن بالعنف فقط. لكن الناس يقتلون ويجبرون على النزوح من منازلهم يوما بعد يوم. يسهل القول إن العدو لا يؤمن إلا بالعنف. أليس هذا صحيحا؟ It's easy to say that and use that to justify our own violence. If someone is bad. يمكن استغلال ذلك لتبرير عنفنا، لكن تعاملي مع شرير لا يبرر تحولي أنا إلى شرير. There is a strong argument for history for such groups. تاريخ لبنان يبين أن المسيحيين تمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وهذا أمر سليم وصائب، لكننا نعلم أن في تاريخ الشرق الأوسط وغيره من مناطق العالم أمثلة أخرى تلحق العار بالمسيحيين. There are other examples which cause us shame as Christians. لنتذكر أننا نعبد ربا صلب من أجلنا وقام في اليوم الثالث من بين الأموات. God did not hesitate to die on a cross for us and to be raised on the third day. There are no easy answers to this. If there was an easy لو كان لهذا السؤال إجابة سهلة لا توصلنا إليها من قبل. علينا الاستمرار في سلوك طريق الحق. إنني لست مسالما، لا أقول إن خوض القتال محرم في جميع الظروف. ربما تكون الإجابة المناسبة في اقتراحكم قبل فترة إقامة ملاذات أمنة لحماية المسيحيين في العراق وسوريا. هل لا يزال هكذا اقتراح وارد بعد أن أدار المجتمع الدولي ظهره للمسيحيين في سوريا والأقليات في العراق؟ أن تدير ظهرك تعبير خاطئ بالإنجليزية. ربما التعبير المناسب هو فقدان الأعصاب. أليس للتعبيرين نفس المعنى؟ هو التخلي عن الناس. Abandoned could not find a way of engaging. Could not find a way of engaging. Remember what happened. ربما الأصح أن المجتمع الدولي لم يجد السبيل المناسب للتدخل. لنتذكر ما حدث في العراق وأفغانستان. And the thought of us getting engaged again in a war. إذا أجرينا الآن استطلاعا للرأي في بريطانيا حول خوض حرب جديدة لا يمكن أن تفضي إلى حل سريع، فإن البريطانيين لن يوافقوا عليها بسبب تجاربهم السابقة. People turn away from that because they are so shaken by their experience in history. So, given that we did that, safe havens. أما فيما يتعلق بالملاذات الآمنة فقد أثار اهتمامي ما قاله أحد قادة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في اجتماعنا بلندن في سبتمبر الماضي، عندما ذكرنا بالملاذات الآمنة التي أقيمت في أوائل التسعينيات لإتاحة وقت كاف لتحقيق الاستقرار. وبما أنني لست جنديا أو خبيرا عسكريا، فمن الأجدى طرح سؤال الملاذات الآمنة على العسكريين وليس على رئيس للأساقفة. آنذاك كانت لدى السياسيين الإرادة اللازمة. بالضبط. If my memory serves me right, I remember you saying, or I read something that you said about Jerusalem or the future of Jerusalem or your vision of what Jerusalem. قرأت في مكان ما أنك اقترحت في الماضي أن تكون القدس مدينة مفتوحة للديانات السماوية الثلاث وأن تكون مدينة سلام. لكن الفلسطينيين يقولون أن المستوطنات اليهودية ضيقت الخناق على القدس الشرقية وفرضت أمرا واقعا على الأرض. هل لا تزال رؤيتك للقدس في محلها الآن؟
Does your vision for Jerusalem still stand? Do you, can you still see it? Well, I don't remember the vision. I don't remember that speech or saying anything like this because it's such a complex area. لا أعتقد أنني أشرت إلى رؤية كتلك لأن القضية معقدة للغاية. What's clear to me is that whatever the political solutions are going to be, there are a couple. لكن للقادة الدينيين في المنطقة دورا في الحل السياسي مهما كانت طبيعته. فعليهم تهيئة البيئة الدينية المناسبة للسياسيين كي يتمكنوا من التوصل إلى حلول سليمة لخلافاتهم. It's probably the most difficult problem on the face of the earth in terms of international politics and international relations at the moment. هذه القضية هي الأولى بين قضايا السياسة والعلاقات الدولية وأي حل لتسويتها يجب أن يحترم حق إسرائيل في الوجود بأمن وسلام ضمن حدود معترف بها دوليا كما يجب أن يحترم الحقوق التي تضمن السلام والعدالة للفلسطينيين وجميع سكان المنطقة هذا هو الهدف That's the aim. That's the outcome. لكن أحدا لم يكتشف حتى الآن السبيل الكفيل بتحقيقه. وأنا متأكد أن على القادة الدينيين بذل قصارى جهدهم لتمهيد السبيل نحو تحقيق الهدف المنشود. Do everything they can to make the way smoother and never to make it more difficult. إذا كان بإمكان غبطتكم تصور أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط بعد 50 عاماً من الآن كيف تراها؟ That's the hardest question I've been asked about it. 50 years. هذا أصعب سؤال يطرح علي لكن دعني أرد عليه بإعطائك مثالاً إذا عدنا إلى أوروبا عام 1944 قبل عام من انتهاء الحرب العالمية الثانية وطلبنا من شخص ما تصور الأوضاع بعد 50 عاماً لما تمكن من التنبؤ بأن الدول الأوروبية نعمت بالسلام والازدهار طيلة تلك الفترة that there would be hope in many places that it would be the أما في الشرق الأوسط فلا أعلم ما الذي سيؤول إليه الوضع بعد 50 عاماً لكن بإمكاني تصور ما قد يحدث إذا تحلت دول المنطقة الواجب عليها حل مشكلاتها بنفسها بالإرادة السياسية الكافية فثمة أمل في التوصل إلى تلك الحلول أوروبا أثبتت أنه بعد حربين راح ضحيتهما عشرات الملايين كان بالإمكان تحقيق السلام ما رأيك في الحوار الدائر حالياً في بريطانيا حول الشباب المسلمين الذين يجندهم تنظيم الدولة الإسلامية وتوجيه أبائهم اللوم إلى الحكومة البريطانية بينما تنحي منظمات مثل كيج باللائمة على أجهزة المخابرات البريطانية البعض الآخر يوجه اللوم إلى نظام التعليم والمدارس والعائلات والمساجد والأئمة ما رأيك في هذا النقاش؟ My take on it is that Individuals make their own decisions. أعتقد أن الأفراد مسؤولون عن قراراتهم الشخصية لكن العلمانية في بريطانيا حرمتنا من قدرة إلهام الآخرين ومنحهم عطية الخيال الروحي كي يسلكوا الطريق القويم give a gift of spiritual imagination to those in our society فبات البعض ينجر نحو الشر الفظيع الذي يبدو جذابا له ولو على نحو منحرف وقاتم perverse and dark way attractive to them but in the end people إننا مسؤولون تجاه الله عن أفعالنا لكن الكمال لا يمكن تحقيقه في هذه الدنيا ويمكن دائما توجيه اللوم إلى الآخرين كما يمكن تلقن دروس عديدة لكن في نهاية المطاف الأفراد هم الذين يحددون خياراتهم رئيس الكنيسة الأسقفية في المملكة المتحدة والعالم جاستن ويلبي شكرا لهذا اللقاء مع بلا قيود Thank you very much for the privilege of being with you. Thank you.